الله الرحمن الرحيم، عدنا والعود وأحمده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الكرام، زي كل فيديو أنا بحب أشكركم على المتابعة فردا فردا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. اليوم حاب أورجيكم طرد جديد. اليوم وصلني الطرد، هو طبعا نفس المرة الماضية، جاي من فرنسا. فيه نفس نوع السكينة بس حجم آخر. أنا حاب أورجيكم إياها اليوم ونقارنها سوا. يلا بسم الله، خلينا نبدأ. السكين من نفس شركة فينديتا كورسا. طبعا اللي ما بعرف راح أكرر إنه فينديتا كورسا هي عبارة عن مطاوق غزال من فرنسا، من جزيرة اسمها كورسيكا. طبعا هي سبقت أوكابي بمئات السنين، خلينا نحكي. كانت السباقة في إنتاج مطاوي جيبية، مطاوي قرن غزال قابلة للطوي مثل هاي. تميزها إنها مقابضها يعني القديمة دائما من قرن حيوان، سواء ثور، بقر، جاموس وما لذلك. فبتميزوا إنه بأخذوا القرن وبيعملوه بالشكل المناسب للسكين. والمعروف إنه يعني القرن مع الزمن بظل وما بتلف بسرعة مثل الخشب أو مثل المعدن اللي بيصدي مثلا اللي فيه كربون ستيل. فالفكرة جميلة جدا وأنيقة، وطبعا الطابع الفرنسي فيها واضح، يعني مهتمين فيها بكل التفاصيل من كل النواحي. المرة الماضية جبنا لكم احنا سكين من نفس الشركة، ها هي. راح نقارن بالحجم ونشوف. طيب هاي المرة الماضية وهاي المرة الحالية، يعني الحجم اكبر بكثير، المقاس ككل 31 سنتي. 31 سنتي عندما تفتح. طيب نفتح الاولى، هاي بتعرفوها من الفيديو الماضي، اذا ما شفتوه لهسه ادخلوا عليه موجود. ايها زي ما حكينا، هون في اللي هو الختم الاصلي. وانا اكرر، انا ما بحكي فرنسي، فاذا في حد من الشباب بحكي فرنسي يساعدنا. شو يعني اللي سابوت ممكن اعملها بالجوجل، بس يعني بتمنى واحد من الشباب يساعدنا. هاي من الاسبوع الماضي، خلينا نبلش اليوم تبع الاسبوع الحالي. هاي تفاصيلها، وبسم الله نفتح. طبعا هي مبين عليها اثار استعمال، لكن لحد تمام، تحتاج تنظيف فقط. انا يعني فتحتها امامكم من الطرد، لسه ما نظفتها. النصل ما شاء الله سميك، الطقات كما نسميها عنا في الاردن، او الاسنان. وهون المقبض طبعا من الخلف، السكينة يعني لما تتنظف ترجع
بسموها ميرور فينش، يعني تلمع زي المراية. طبعا الكتابة هون كتابة ليزر فينديتا، وهنا اللي حكينا عنه المرة الماضية اللي هو صورة الرجل العامل. بالنسبة للختم، الختم إذا ركزنا عليه الختم ذهبي هاي المرة، الختم موجود جوا المقبض جوا القرن، اللي مكتوب هون مكتوب كلمة كورسة، يعني من فوق هي شبه قلعة خلينا نحكي، مكتوب تحتها كورسة، يعني ابحثوا عن هذه الكلمة عشان تكون السكين أصلية. طبعا هذا السكين ممكن نشوفها هيك مع بعض ونفتح. بسم الله. طبعا الحجم الحمد لله يعني ممتاز، يعني مقبض الايد هيك، هذا هو الحجم الحالي مقارنة بالثانية، يعني الثانية خلينا نحكي صغير كثير. الشكل واضح الحمد لله، حجمها الحجم الكبير اكبر من الاوكابي للي بيعرف الاوكابي. وشوف مع بعض هيك، طبعا الحمد لله خالية من الصدى زي ما حكينا، مستعملة فيها آثار استعمال لكن بعد التلميع ترجع جديدة بإذن الله. أجيب سكينة من القديمات اللي عندي عشان نقارنهم من ناحية الحجم. في عندي خلينا نحكي من نفس الموديل اللي هي نفس الشركة برضه، حجم صغير. يعني ذكرنا في الفيديو الماضي إنه الشركة طبعا ما التزمت بحجم واحد، بالعكس إنه أكثر من حجم ومشت عليهم، يعني هنا في حجم صغير في حجم وسط في حجم كبير. الحجم الصغير هيك، طبعا لون المقبض القرن هو القاتم مايل للسواد. طبعا الكتابة ثابتة، يعني هي اسم الشركة فيما يقابل الأوكابي مكتوب دائما أوكابي، وهو مكتوب فينديتا كورسا، يعني باللمس حاد كثير. في كتابات عليها بالفرنسي مورتال ديميكا، والله ما بعرف انا بالفرنسي ما حكيت لكم، يعني بتمنى من الشباب مثلا اهل المغرب اهل لبنان يساعدونا بالكتابة ان شاء الله. هاي هي الحجم الوسط، اي عفوا الصغير. في حجم اخر موجود اللي هو الحجم الكبير، خلينا نسميه اكسل اكس لارج. هون مفقود الختم، لكن اذا نظرنا انه حفره يعني وافي ومعروف انه الشركه. هي السكين مستعمله لكن عجبني فيها حجمها ما شاء الله كبير. نفس الشيء يعني من مقبض من القرن، نفتحها على السريع عشان الوقت. طبعا من هون مسننه شيء جميل، هون ما في كتابة، المقبض في بعض الصدى فيه لازمه شغل لازمه تنظيف، لكن الحمد لله. نفتحه ونشوف المقارنة تقريبا، يعني خلينا نشوف الكاميرا تقريبا نفس الحجم. نعم نفس الحجم، يعني الحجم بده يكون 31 سنتي ككل. بالفيديو الحالي يعني وجناكم السكاكين من شركة فينديتا، موجود متوفر كمان بعض الإصدارات من نفس الشركة، راح أعملهم إن شاء الله فيديو آخر بالترتيب الكامل بالقياسات بالمعلومات الكاملة. هنا أنا راح أتوقف في الفيديو هذا. أنا حاب أشكر كل متابعيني مرة أخرى
وبارك الله فيكم. أتمنى أن تستمروا في دعم القناة، ترشحوه لأصدقائكم وتدعمونا أكثر. بهتم كمان بتعليقاتكم، آرائكم، إذا في عندكم استفسارات أنا موجود إن شاء الله وسأجاوبكم عليها. أشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. تحياتي أبو يحيى، إلى اللقاء في فيديو جديد.